اخيرا جبتك سطح القمر هنا يا ابني. بص بقى، انا هقول لك على معلومات النهارده يمكن اول مره تسمعها، هتكون مفيده ليك وممكن تقولها لاصحابك على فكره، لان المعلومات اللي هقولها لك النهارده تمام هتنفعك طول ما انت بتدرس وبتجيب معلومات عن سطح القمر. ايوه يا بابا، بس ما اعتقدش يعني ان الدنيا هنا ظريفه قوي، لان الدنيا ظلمه قوي. احنا ما كناش فاكرين كده على الارض ان الدنيا ظلمه قوي كده. احنا كل اللي خدناه في المدرسه ان احنا عرفنا ان هو كوكب ما فيهوش اكسجين والحياه صعبه فيها، زائد انه ما فيهوش غلاف جوي يحمي الكوكب القمر زي الغلاف الجوي اللي بيحمي الارض. دي كل المعلومات اللي خدتها من المدرسه. بص بقى، المعلومات اللي انا هقولها لك النهارده ولازم تكون فاكرها كويس: القمر خامس اكبر الاقمار المجموعه الشمسيه دي اللي بتحيط بالغلاف الجوي، والمكان الوحيد بعد كوكب الارض الذي تمكن الانسان من الوقوف عليه، يعني هو المكان الوحيد بالفعل اللي قدرنا نقف عليه. يعني احنا شفنا كواكب كتير قوي ومجرات كتيره، لكن ما وقفناش عليها تمام زي ما وقفنا على كوكب القمر. والجسم الاكبر والاكثر لمعانا في سماء الارض ليلا، وهو عبارة عن جسم صخري تمام زي سطح صلب كده، مليان براكين وحفر. يطلق عليه اختصار اسم القمر لأنه القمر الوحيد المعروف من قبل الإنسان حتى اكتشاف الأقمار الأربعة التي تدور حول كوكب الأرض. المشتري، تتعرف المشتري؟ المشتري، ماشي يا سيدي، المشتري. ايوه المشتري. انا مش فاكر خدتها فين، بس انا اسمع عن المشتري والزهراء ومجموعه كده من الكواكب. يا بابا انا مش فاكر منها اي حاجه صراحه، كل اللي اعرفه ان القمر ما فيهوش اكسجين، محدش يقدر يقعد عليه اي جسم، فهو بيطير غير متوازن. دي كل المعلومات اللي عندي، اكتر من كده والله ما اعرف. حسرة عليك وعلى اللي يعرفك يا سمير، يعني كل السنين دي كلها وانت مش فاكر حتى اسم المشتري؟ معلومات ايه يا ابني دي اللي انت بتاخدها في المدرسة وكل يوم بتطلع الصبح وتجري اخر النهار وبعد كده تكمل دروس؟ لا 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 لا، انا مش عاجبني مستواك خالص. انت لازم تبقى عارف تمام ان المشتري اكتشفه واحد عالم فرنساوي اسمه جاليليو سنة 1610 ميلاديا، ولازم تعرف ان القمر يتكون نتيجة الاصطدام المعروف باسم الاصطدام العملاق او الاصطدام الكبير. يعني القمر ده اتكون عن نتيجة اصطدام او حادثة كبيرة خالص الذي نتج عن اصطدام جسم عملاق بحجم كوكب المريخ بكوكب الارض، وذلك بعد مدة قصيرة من تكون الشمس. يعني الشمس كانت الاول وبعدين القمر تمام، والنظام الشمسي كله اللي احنا فيه ده اطلق عليه سحب. بابا انا ما عنديش معلومات يمكن كتيرة عن كوكب الارض، لكن انا شاطر جدا قوي في الرياضة وعجبك على فكرة، يعني 1+1=2، 2×2=4. انا شفت بقى انا شاطر ازاي يا بابا في الرياضة. انا ماليش في الجغرافيا ولا التاريخ، انا احب الرياضيات. قول لي اي مسألة رياضية وانا اقول لك عليها على طول. الحمد لله ان انا ما جبتش منك غير واحد على فكرة. لا بجد، انت كده هتجيب لي الضغط سمير. بص يا سمير، القمر يبلغ عمر القمر حوالي 4600 مليار سنة، وهو نفس عمر الأرض تقريبا، وقد اكتشف ذلك من خلال قياس أعمار الصخور القديمة. يعني جابوا الصخور وابتدوا ينزلوها المعامل عندنا ويبتدوا يعرفوا هو مقليه كام سنة. ده عمر القمر 4600 سنة. المسافة بين الأرض والقمر بالظبط 4000 كيلو، يعني رحلة ممكن 3 أيام. يعني انا لو مسافر مثلا ممكن رحله 3 ايام تمام. ليه؟ لان المسافه مش بعيده، 4000 كيلومتر تعادل كتله القمر او كميه المواد التي تشكلها حوالي طن من كتله الارض. يتساوى الوقت الذي يستغرقه لاكمال دوره واحده. يا رب تكون فهمت، ودي مجموعه بسيطه من الحاجات اللي انا بقولها لك. اه بابا، بس هو جسم عادم يعني ما نقدرش نعيش عليه خالص، ولا حد يقدر يعيش هناك ولا يعمل حياة تانية. يعني أنا كنت بشوف في الأفلام اللي بتيجي على التلفزيون
دايما كانوا بيجيبوا ان البطل يقدر يطلع وينزل وينام ويعيش وياكل ويشرب، لكن الكلام ده كله محض من الخيال، شيء غير واقع.